نسيبي راجل بنتي. نعم نسيبي راجل بنتي. واه ايه واش هاد المغبنه مساكين ما بينوا حتى حل، ما عطاوهم مردهم لخدمتهم، ما عطاوهم حقوقهم. خايبتها مغبونه ولادها مغبنه، خطره بيتها بيها بغراوينها عندي، خطره الدار عندي زوج طف ما غالبه يا هما محروقه، حنا محرقه في الدار من دار فيهم في سبيل الله، ما عندهم حتى مدخول. واحد اخر كانوا خدامه شركه حبسوه من 350 حبسوا 17 حتى هذا عندهم 22 وما بينوا لهم حتى حقوق. ما حرقوا ما هرسوا ما خصوا ما داروا والو، ما داروا حتى شي ما راهم طالبين حتى حاجه، ما خصوا ما ضيعوا، راهم طالبين حقهم عندهم حقهم. انتما في الدار ولادها وكلشي كنكرش عليهم ولادها في مزقو بلا بوهم شرا كي غادي يعيشوا. الكبير فيهم عنده 4 سنين ثلاث قراوين، كي غادي يدير لهم؟ غادي يخدم على خيمه كيما دارت على امه على بوه على هو الكبير في الخيمه. راهم يسقسوا على بوهم وكاع، يسقسوا على بوهم يبادوا يبو، راه يتسكت فيهم غير خايف. ومن دار فيها في سبيل الله ومن جاب لها الماكله في سبيل الله؟ حتى بوها ما يخدمش كاع، عاد يخدم عليه على بنته وليدي بنته عنده نهار داك والنهار ما داكلش نهار، ما غالب ما عندناش ما نرفدوهم، ما جبرنا انا محتاج هكا. باش بخير.